الشموع الحمراء احمد حسنين باشا. ايه التاريخ المشرف ده يا باشمهندس؟ طبعا ما يعني احنا كل شويه لازم نقف كده ونبص على اللي فات عشان نعرف ليه الاهلي يعني واقف على حيله لحد النهارده من هؤلاء الشموع الحمراء. من هؤلاء ومنهم احمد حسنين باشا. باشا ده اول لاعب اولمبي، احد رؤساء النادي الاهلي. نشوف هذا التقرير ونرجع نسال عليه المهندس عادل. يعد الرياضي أحمد حسنين باشا الرئيس الخامس للنادي الأهلي من الشخصيات المؤثرة في الحياة المصرية العامة. أحمد محمد حسنين باشا رائد رياضة السلاح في مصر من مواليد 31 من أكتوبر عام 1889. كان والده أحد المقربين من الخديوي عباس ثم السلطان حسين كامل، وعند تولي الملك فؤاد الحكم تمكن والده من الحصول على توصية من رجال البلاط لابنه الوحيد أحمد من اللورد ميلر لإلحاقه بإحدى الجامعات البريطانية حيث تخرج من أكسفورد. وبعد ذلك شغل عدة وظائف، ففي عام 1920 عمل كمساعد مفتش بوزارة الداخلية ثم منتدب لمفاوضة إيطاليا بشأن الحدود الغربية عام 1924، ثم أمين للملك فؤاد عام 1924، كما تم انتدابه لملازمة ولي العهد فاروق في رحلته الدراسية بلندن في أكتوبر عام 1935، وقد ساعد ذلك في توليه منصب رئيس الديوان الملكي في عهد الملك فاروق عام 1940. قام أحمد حسنين بعدة رحلات لاستكشاف الصحراء الغربية بمصر وليبيا، وتم منحه الميدالية الذهبية من الجمعية الجغرافية العالمية للاكتشافات، ومنحته الجمعية البريطانية لقب رحال عظيم. عرضت عليه أمريكا أن يلقي محاضرات عن رحلاته الاستكشافية في الصحراء على أن يلقيها وهو يرتدي الزي البدوي، فرفض أن يكون أراجوز لكي يرضي الأمريكيين مقابل 25,000 دولار. كان أحمد حسنين باشا رياضيا وبطلا في لعبة الشيش وممثل العربي الوحيد في أولمبياد ستوكهولم عام 1912، كما كان أول رئيس بعثة أولمبية لمصر في الألعاب الأولمبية ببروكسل عام 1920، وكان لاعبا في هذه الدورة أيضا، وهو من أول من قاد الطائرات، وحاول أن يكون أول مصري يقود طائرته الخاصة بمفرده من أوروبا إلى مصر. تولى رئاسة النادي الأهلي المصري في الفترة من عام 1944 وحتى عام 1946، كما كان عضوا باللجنة الأولمبية المصرية من عام 1934 وحتى عام 1938، ووكيل الاتحاد المصري لكرة القدم من عام 1928 وحتى عام 1937. تم تناول شخصيته في عدد من الأفلام والمسلسلات والأعمال الأدبية، ووافته المنية في 19 من فبراير عام 1946 في حادث مروري غامض على كوبري قصر نيل، وخرجت صحف العالم ومصر في اليوم التالي تحمل أخبار الحادث الذي راح ضحيته رئيس الديوان الملكي، مع الإشارة إلى منح اسم الفقيد الوشاح الأكبر من نيشان محمد علي. وقالت بعض الصحف إنها تشك في أن الحادث قضاء وقدر. شفتوا هذا الثراء في الشخصية، هذا التنوع، رائد في كل اتجاه، رياضي أولمبي، رياضة السلاح، اللجنة الأولمبية، رئيس النادي الأهلي، و و و و ثم رحالة عظيم بيستكشف وهو خريج أكسفورد، ويطلب عشان يعمل محاضرات، شوفوا الشموخ بقى، بمقابل فلوس، بس الشرط البس لي زي البدوي. ايه الحاجة العجيبة دي؟ هو ما ارتاحش للكلام ده، قال لهم انا مش أراجوز، عايزيني اقدم محاضرات، ما فيش حاجة اسمها البس ايه. ولكن ايضا التحدي لم يتوقف،
يوم يبقى أول طيار ويتعلم الطيران. وكان مثل هذه الشخصيات العجيبة الفريدة المتنوعة المقتحمة الرائدة لازم تموت موتة درامية غامضة. حادث على كوبري قصر النيل. وبالمناسبة احنا أصرنا ليه المرة دي يعني فضيل وقت هذه الأيام. لأن في مثل هذه الأيام من عام 46 توفاه الله 19 فبراير 46 كان حادث علينا جميعا ونرجع إلى الجذور لنفخر بها. هذه هي الشموع الحمراء وهذه هي تفاصيل تاريخ الأهلي العتيد والعريق. علشان كده لما بيتقال من شيوخك اكتسبنا مجدنا ده مش من فراغ، لأنه هذا الإرث الحضاري الكبير. النادي الأهلي كان أول نادي يصدر بحقه أمر ملكي بوضعه تحت الرعاية الملكية. الأهلي كان هو اللي صدر له هذا القرار، لكن في كل زمان دائما وأبدا تعتز مصر الغالية بابنها الغالي الأهلي.